أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات. ارفع صوتك وقلل الموت ولا البدلة. الموت ولا البدلة. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حوار الانتخابات. هذا البرنامج ينتجه مركز أفق للدراسات والأبحاث بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع هام يتعلق بالشباب والانتخابات، فرص الشباب في الحضور في التمثيل في مراكز صنع القرار، وكذلك التحديات التي يواجهونها على هذا الصعيد. هذه الحلقة نسجلها اليوم في جامعة بيرزيت، وأرحب بضيوفي الكرام. عبد المجيد حسن، رئيس مجلس اتحاد الطلبة وممثل الكتلة الإسلامية، أهلا بك عبد المجيد. وكذلك مالك عبيدات، رئيس حركة الشبيبة الطلابية في الجامعة، أهلا بك مالك. وأيضا مؤيد برقاوي، ممثل عن القطب الطلابي، أهلا بك مؤيد. وأيضا أرحب بالجمهور الذي أيضا سيكون معنا طيلة هذه الحلقة، أهلا بكم جميعا. عبد المجيد، راح أبدأ معك الحوار. يعني أنت رئيس جديد لاتحاد مجلس طلبة هنا في جامعة بيرزيت، إذا ما تحدثنا بداية عن تجربتك في الوصول إلى أن تكون رئيس المجلس، وإحنا بنعرف دائما الانتخابات في بيرزيت دائما الأضواء مسلطة عليها، قديش كانت التجربة بالنسبة لك تحدي على المستوى الشباب، وأيضا تحدي على مستوى أنك تمثل الكتلة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي كانت تجربة مرت بالعديد من التحديات والصعاب منذ دخول جامعة بيرزيت. أنا حاليا طالب جامعة بيرزيت تخصص محاسب للسنة الخامسة، وخلال هذه الخمس سنوات كانت هي كافية لصقل الشخصية في التحديات اللي واجهتها من اعتقال عند الاحتلال، ومن ممارسة العملية الانتخابية في جامعة بيرزيت من خلال مشاركة للطلبة داخل الحرم الجامعي وحل مشاكلهم سواء النقابية أو المشاكل الأخرى. كل هاي العوامل ساعدت عبد المجيد أنه يكون يعني في هاي اللحظة هو رئيس المجلس ليمثل الطلبة، يكون يعني دفاعا عن حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم كافة. احنا نعرف مؤخرا كمان كنت معتقل، صحيح؟ قديش بالنسبه لك اليوم هامش موضوع الحريات وله علاقه ايضا بحق الشباب في اختيار ممثليهم؟ صحيح، كنت معتقل عند جهاز المخابرات الفلسطينيه، مكثت قرابه الشهر يعني في سجن المخابرات الفلسطينيه. انه احنا بالنسبه لنا هاي الاعتقالات كنا اخذناها شعارا يعني وقطعناها عهدا علينا، انه هاي الاعتقالات ما بتثنينا ولن تكون عائق في طريقنا أمام خدمة زملائنا الطلبة أو الاستمرار في العمل النقابي أو الوطني اللي احنا بنكون فيه داخل الجامعات. للأسف هامش الحريات يعني سبب عائق كبير أمام عمل مجلس الطلبة أو الحركات الطلابية داخل الجامعات، وسبب عائق لنا في خدمة زملائنا الطلبة. وللأسف إنه هذا العائق كان من هم من ذوي القربة، يعني إن هم المفروض يوفروا لنا الحماية ويكونوا يعني يساعدونا في إنه احنا نخدم الطلبة. وبنفس الوقت إنه في
أن عائق أكبر اللي هم قوات الاحتلال يعني والاعتقال لدى الاحتلال. يعني إحنا مجرد ما نكون دخلنا في هذا العمل تبدأ ملاحقتنا من قبل قوات الاحتلال تستمر لعدة شهور لحين ما يتم اعتقالنا. هاي الاعتقالات إحنا بالنسبة لنا يعني لما بلشنا في هذا العمل إحنا عارفين في هذا الطريق إنه راح نواجه الاعتقالات وراح نواجه هاي الصعاب، فما بنسمح إلها إنه تكون عائق أمامنا إنه إحنا نخدم زملائنا أو نوفر لهم كافة احتياجاتهم أو نكون يعني درع. كيف تشكيل المجلس حالياً؟ حالياً المجلس فيه هو يتكون من رئيس المجلس وعشر لجان بالإضافة إلى رئيس المؤتمر، ستة لجان مع الكتلة الإسلامية وأربع لجان مع حركة الشبيبة الطلابية ولجنة واحدة مع القطب الطلابي. نعم. مالك أنت أيضا رئيس حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت، ودائما هناك يعني هذا التنافس بين الكتل المختلفة هنا في جامعة بيرزيت، أيضا أنتم ممثلون وحاضرون أيضا في مجلس الطلبة. عندما نتحدث عن الاختلاف السياسي بين القطب الطلابية المختلفة، الكتل الطلابية، بالنسبة لكم كشبيبة طلابية قديش مهم هذا التنوع وهذا الاختلاف، وكان إنكم تحفظ بإنكم تكونوا ممثلين في المجلس اللي فازت فيه الكتلة الإسلامية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، وقبل كل شيء نتمنى الرحمة للشهداء الأبرار وفك فك أسران الأسر أسران الأحرار إن شاء الله من سجون الاحتلال. إيش أكيد أول إشي التنافس في جامعة بيرزيت من ناحية انتخابات الجامعة إشي مشرف وإشي قوي جدا بين الكتل، وبكون في حماس وبكون في كل أنواع الانتخابات، يعني فهم علي، من ناحية إصرار، من ناحية إنه الكل بده مجلس، الكل بده يوصل لرئاسة المجلس، وانتخابات جامعة بيرزيت هو اللي بتوفر إنه اللي بفوز بروح رئيس مجلس وجميعنا يعني بنروح تحت الترتيب النسبي، سواء كان المجلس تحت قيادة اخوتنا في حماس او في حركة الشباب الطلابية او القطب الطلابي، جميعنا بنروح للتمثيل النسبي في هذا المجلس، وبنكون نعمل على مساعدة الطلاب، وبنكون للأمانة نتكاتل على مساعدة الطالب. يعني هذا الشيء منيح عندنا في جامعة بيرزيت، انه بنكون انه بدنا نساعد الطالب، احنا اول الشبيبة، اول الكتلة، اول القطب، اول القطب، اول بدنا نسوي عمل تعاوني، والله القطب اول، الشبيبة اول، هيك 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 حياة جامعة بيرزيت. يعني الكتل الطلابية بتتكاتل، ولكن بتتكاتل بشرف، بتتكاتل انه تساعد الطالب، بتتكاتل انه توصل صوت الطالب للإدارة، توصل صوت الطالب لعمل شؤون الطلبة، لجميع انحاء في الجامعة حتى خارج اسوار الجامعة. زي ما شفنا اخر قصة لطالب عندنا في جامعة بيرزيت انه انحرم على الخروج على منصة التخريج. شفنا تدخل من المجلس، شفنا تدخل من الكتلة، شفنا تدخل من الشبيبة، من القطب، كلنا ايد واحدة، كلنا جميعنا مع بعض لوصلنا الشاب على المنصة لحققنا حلمه. هذا الاشي الحلو في جامعة بيرزيت اللي جد بكون الحركة الطلابية اللي هي درع لحقوق جميع الطلاب في الجامعة. مؤيد، بتعتقد وأنت ممثل عن القطب الطلابي، بتعتقد عندما يختار الطلبة الكتل في الانتخابات، هل يختار الكتل بناء على برنامجها المتعلق بما ستقدمه للطلاب، أم أن ما يحدث خارج أسوار الجامعة يؤثر على توجهات الطالب أو الطالبة باتجاه اختيار من يرونه مناسب في المجلس؟ نوش يعطيكم العافية جميعا. بالنسبة لهذا السؤال بالذات، للأسف مش جميع الطلاب بيختاروا حسب البرنامج الانتخابي وحسب اللي بيشوفوه باشتراك ثقافي والى اخره. بقيم طبعا بعض الطلاب بتقيم حسب شو بيساعدها الكتل الموجودة، بس طبعا وين اكثر شيء بنشوف هذا ارتداده سواء خارج اسوار الجامعة وداخل اسوار الجامعة في المناظرة. يعني خلينا نقول مناظرة طلابية، للأسف الكتل ما بتعرض برنامجها، بعض الكتل يعني بتلتف بانها تبلش تضلها بين بعض مناوشات، يحكوا عن اشياء بتحدث خارج اسوار الجامعه، لانه ما خارج اسوار الجامعه مؤثر كبير على شارع الجامعه. وزي ما حكينا انتخابات بيرزيت هي ممثل الشارع الفلسطيني، بس برضه لازم تكون فيها تمثيل للي بيشتغل الطلاب، اللي بيساعد الطلاب، والبرنامج الانتخابي بنعرض لدرجه في المناظره بتحس انه البرنامج الانتخابي ما حدا بركز عليه بالشكل المطلوب. احنا كنت طلاب بنركز قدر المستطاع، بنحاول نبتعد، وبنحكي انه هيك طرفين انقسام، بنحاول نبتعد عن المناكفات اللي بتصير بينهم لانها بتضل مستمره. بتلاحظ المناظرة بالعادة بتكون عبارة عن زي ما حكوها قصف جبهات، الطلاب صار يحكوا كالضوء بس يحكوا على بعض، وبصيرش إشي حقيقي أو بعرض برنامج حقيقي بشكل كامل وتوضيح إنجازات نقابية.
فهذا إشي بغطي عليه الإنجازات والنشاطات الخدماتية اللي بصيروا يعرضوها، وكذلك الأمر بغطي عليه المناكفات اللي بتصير خارج أسوار الجامعة بين الأحزاب السياسية. نعم يعني انت هان خلتني بس بدي اوجه سؤال للأستاذ فضل الخالدي اللي أيضا بنرحب معك معنا في هذا الحوار. تاريخيا قديش كانت الحركة الطلابية عامل رافد ومهم باتجاه أن يكون لها حضور في مراكز صنع القرار الفلسطيني؟ هل هذا الدور للحركة الطلابية في الآونة والسنوات الأخيرة تراجع؟ هل هناك عوامل أدت إلى تراجعه؟ أم أن الحضور الشبابي والطلابي لازال أيضا حاضرا في المستوى العمل السياسي الفلسطيني؟ يعني بداية نشكر شبكة وطن الإعلامية على هذا اللقاء، والأستاذ فارس يعني هو أحد خريجين جامعة بيرزيت واللي عاش التجربة الانتخابية وعاش تجربة الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت. في بداية بس قبل ما أجيب السؤال، يعني احنا يعني في جامعة بيرزيت نفتخر جدا يعني في العملية الديمقراطية الانتخابات اللي هي حافظت على استمراريتها رغم كل الظروف الموجودة في الساحة الفلسطينية. استمراريتها دائما يعني هي كانت شعارنا، وكانت يعني هي حلمنا ان نعمل هذه العملية الديمقراطية، واللي هي تعتمد بالاساس يعني على مبدأين. مبدأ اول شيء الشفافية، ومبدأ التساوي ما بين كل الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت بغض النظر عن الانتماء، لانه احنا نعطي مجال ومساحة واسعة جدا من الحريات لكافة الكتل الطلابية لممارسة حقها الانتخابي وممارسة نشاط النقابي والوطني كمان في جامعة بيرزيت، لأنه احنا بنعتبرها يعني هي يعني نموذج ومصغر نطمح أن يكون يعني يعمم على باقي الجامعات الفلسطينية كانت في الضفة أو في غزة. أو دائما الضوء مسلط على بيرزيت، وهذا اللي بدي أحكيه. يعني دائما يعني احنا السنة صار عندنا انتخابات في كل الجامعات، لاحظت كدش فيه اهتمام عالي جدا يعني من الإعلام ومن المجتمع المحلي ومن الفصائل الفلسطينية على انتخابات جامعة بيرزيت، وهذا يعود يعني لأسباب كثيرة يعني اللي هي استمرارية دورها الوطني. وبخصوص السؤال يعني أنه جامعة بيرزيت خرجت يعني آلاف الطلبة، وأنا بعتز جدا يعني إذا بروح أي مؤسسة إعلامية أو خاصة أو وطنية أو مجلس تشريعي أي شيء بلاقي هناك شخصيات من خريجين جامعة بيرزيت يعني واللي وصلوا لمناصب متقدمة في المجتمع، وهذا يعود لبنية جامعة بيرزيت. جامعة بيرزيت هي يعني فيها عدة شهادات، فيها الشهادة الأكاديمية اللي هي بيخطط للطالب عشانها، وفيها الشهادات الأخرى للطالب يعني يتسلح فيها الشخصية، التعبير عن الذات، التنافس، المناظرة، القوة الشخصية، الانتماء، الاهتمام بالقضايا الوطنية العامة، كل هذه يعني بتعطي يعني بتعطي مؤشرات إيجابية، بتعطي مؤشرات إيجابية للمجتمع، ولهذا بنأمل فيه يعني. وأنا دائما بحكي يعني إنه رغم كل الخلفات اللي بتصير يعني في جامعة بيرزيت من الكتل الطلابية، بس في هناك هدف واحد يعني انه في صراع ما بين الكتل الطلابية، مين بده يخدم الطالب، مين بده يقدم اكثر، مين بده يتنافس اكثر، مين بده. وكلنا متفقين مثلا انه في هناك احترام كلي لمبدا الحريات الديمقراطية، والاعتقالات اللي بتتم يعني من الاجنبي هي مرفوضة باسم الجامعة وكل من هذا. يعني احنا لا نسمح انه يعتقد الطالب على خلفيه نقابيه وسياسيه وخلفيه الانتماء، وهذا خط احمر يعني والجامعه مولن عنه يعني بنعمل كل ما وسعنا. وفي هناك علاقات وديه ما بين الكتله الطلابيه، الكتله الاسلاميه في جامعه بيرزيت تختلف عن اي عن عن, عن كل الجامعات، يعني ماخذ كل مجال وماخذ الحريه الكامله، وليس هذا يعني من يعني الجامعه، لانه لا لانه طبيعه وثقافه جامعه بيرزيت ما بتتغير، واحنا نحمي هذه الديمقراطيه. واحنا دائما وهينا مع الكتله الطلابيه يعني موجود يعني انه احنا مسؤوليتنا الجماهير ان نحمي جامعه بيرزيت من التدخلات الخارجيه. صحيح. لا نسمح لاي حدا يتدخل في جامعه بيرزيت، لانه في لها ثقافتها، في لها عناوينها، في لها برنامجها الوطني والثقافي بدنا نحافظ عليه. التدخلات هي بتضعف جامعه بيرزيت، اختيارنا خيار يعني خيارنا خيار الجامعه، احنا المسؤول عن الانتخابات من شكل لجنه تحضيريه والطلاب يكونوا هم القرارين فيها، الموعد والطريقه وكيف العمليه الديمقراطيه كامله كلها بتكون بالتشاور مع الحركه الطلابيه، لانهم هم الاساس بدهم يعبروا عن رايهم. احنا كمنظمين وراعيين ولن نسمح انه ندخل بحدا خارجي، واحنا يعني بقول لك يعني استمراريه الانتخابات هي تحدي تحدي للمجتمع، تحدي للاحتلال، تحدي لكل اللي بيقول بناش عمليه ديمقراطيه. الاحتلال انا بقول لك دائما يعمل المستحيل ليك هذه العمليه، من اعتقالات، من اقتحامات، من تهديدات، من تاريخيا من شيء، بس رغم ذلك نكون واجبنا الوطني اتجاه مجتمعنا الفلسطيني، ونامل انه يتعمم هذه التجربه
في المجتمع الفلسطيني. نعم، في الحديث عن تعميم التجربة لابد أيضا أن نشير، يعني نشير بأن أيضا في الحديث عن انتخابات مجالس الطلبة هنا في الضفة لا زال الأهل أيضا والطلبة في قطاع غزة ينتظرون أيضا أن تتاح لهم هذه الفرصة وهذا الحق في أن يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم في جامعات قطاع غزة، وكذلك على مستوى انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة. 17 عاما من الانقسام انعكست بشكل كبير على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم. عبد المجيد، في الحديث عن انتخابات مجالس الطلبة، قديش اليوم من وجهة نظرك بتشوف الطلاب يتحمسون كثيرا في اختيار ممثليهم في مجالس الطلبة في الوقت اللي عم بنحرم فيه زملائهم ونظرائهم في قطاع غزة من ممارسة هذا الحق؟ يعني في جامعة بير زيت احنا بنلاقي اقبال كثير من الطلاب وحماس كبير للمشاركة في العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية، ولكن يعني نحكي مشاركة واسعة من قبل الطلاب وانتظارهم للنتائج واختيارهم للي بده يمثلهم داخل الجامعة بما تتميز فيه جامعة بير زيت، يعني ودور مجلس الطلبة الحركة الطلابية القوي فيها. وهذا يعني بنوجه شكر لإدارة جامعة بير زيت على الفضاء والحرية اللي بتمنحه للحركة الطلابية ومجلس الطلبة للقيام بدور هم وبعملهم. نفس الوقت بنأكد على حق اختيار إخواننا يعني الطلاب في جامعات غزة بيمثليهم، حقهم اختيارهم بحرية الرأي والتعبير، حقهم على المشاركة في الانتخابات. يعني احنا بندعو لعقد انتخابات بأسرع وقت ممكن سواء في أي جامعة في الضفة الغربية وسواء في قطاع غزة، لأنه هذا حق مكفول لا يجب التدخل فيه بأي شكل من الأشكال. المواطن الفلسطيني له الحق باختيار مين يمثله، له الحق بالتعبير عن رأيه دون المساس فيه أو الاعتقال على خلفية الرأي، وأنه الاعتقال السياسي يعني مرفوض سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو في أي مكان، لا يجب اعتقال أي شخص على خلفية رأيه السياسي. فبالنسبة لإخواننا يعني في قطاع غزة أو الجامعات في قطاع غزة التي لا تم عقد فيها انتخابات، يعني احنا موقفنا واضح وصريح، يعني انه يجب عقد انتخابات في الجامعات ومنح الطلاب حقهم في اختيار ممثليهم كما يتم، يعني خصوصا تجربة جامعة بير زيت يعني احنا اللي بنعيشها بنحب انه تكون معمم على كافة الجامعات الفلسطينية سواء في الضفة الغربية وفي قطاع. يعني احنا بنحترم هذا الموقف من ممثل الكتلة الإسلامية في الدعوة لأن يكون في هناك انتخابات لمجالس الطلبة في قطاع غزة. مالك، ايضا في الحديث عن موقفكم من ما يحدث من ملاحقة لممثلي الكتل هنا في الضفة وما يسمى بالاعتقال السياسي، وايضا كيف تنظرون لما يحدث ايضا في قطاع غزة باستمرار منع إجراء انتخابات المجالس؟ أول شيء الاعتقال السياسي، يعني بالنسبة للاعتقال السياسي موقفنا في حركة الشباب الطلابية واضح وصريح، إحنا ضد الاعتقال السياسي سواء كان في غزة أو في الضفة أو في الصومال حتى أو كان في الصومال، إحنا ضد الاعتقال السياسي. هذا موقفنا دائما مع إخوتنا في الحركة الطلابية، مع إخوتنا في الكتلة، إخوتنا في القطب، خدنا اعتصامات كتير ضد الاعتقال السياسي، منهم آخر اعتصام زي أخونا عبد المجيد اللي اعتقلوه طبعا على خلفيه على عمله النقابي، كنا اخوه في الجامعه وكنا مع بعض والحمد لله. احنا في حياتنا ما بنفترق سواء كان اعتقال سياسي او اي شيء، واحنا صوتنا واضح جدا وصريح، بحكي لك اياها باسمي وباسم جميع الحركه الطلابيه وباسم المجلس الطلبي، احنا ضد اي اعتقال سياسي بيصير سواء كان في الضفه او في غزه، واحنا اي اجراء يعني بنشكر اداره الجامعه كمان على اهتمامها في هذا الموضوع، انه اي طالب بيدخل سياسه بضل متابعين معه لاخر نفس لحبين ما يطلع من الجهاز اللي هو معتقل فيه. برضه الحركه الطلابيه بتكون متابعه من اعتصامات من تصعيدات من 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 هذا الحكي موجود دائما تاريخيا بجامعه بير زيت سواء كان عند الشبيبه او عند الكتله او عند القطب. ثاني شيء بالنسبه للي حكيته بالنسبه لانتخابات في اخوتنا في قطاع غزه، يعني احنا شيء اكيد بنتمنى حضور هاي الانتخابات، نتمنى حضور انتخابات يعني احلى شيء الانتخابات زي ما بيحكوها. خلص دائما انت منتخب اللي بدك اياه، انت خلص عارف انه انت كلك ثقه فيه انه هو راح يامن لك مستقبلك ومطالبك وكل شيء. يعني اخوتنا في غزه في الجامعات اللي انحرموا من هاي الانتخابات، احنا نتمنى في اسرع وقت انهم يخوضوا انتخابات، يشوفوا الشعور، يجربوا يختاروا ممثلينهم، يجربوا الحياه اللي بنعيشها في جامعه بير زيت. وشي أكيد يعني إحنا مع الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين. نعم مؤيد، كيف بتشوف الوضع بالنسبة للانتخابات في يعني في جامعة بير زيت؟ بنشوف الوضع كتير مثالي مثل هال يعني ما في مشاحنات، ما في مضايقات على موضوع حرية الرأي والتعبير واختيار من تراه مناسبا،
كيف كمان انتم بتشوفوا موضوع الانتخابات في قطاع غزة؟ اول شيء نشكر الجامعه على توفيرها لجو ديمقراطي عالي، وزي ما حكى الاستاذ فضل انه احنا نمنع اي تدخل خارج جامعه بير زيت، طبعا دور واقع على الحركه الطلابيه بالاضافه لاداره الجامعه اللي بنشكرهم على هذا الشيء. من الحركه الطلابيه عندما راينا انه في تدخل خضنا اعتصام ما يقارب 45 يوم لاقاله عمليه شؤون الطلاب السابقه. فاحنا واضحين بدنا الانتخابات، بدنا فيها شفافيه. اي حدا بخالف مثلا من الكتل الطلابيه صار مناكفات كذا، الجامعه بتتعامل معه بطريقه ديمقراطيه بحته، مثلا بتخصم من وقته في المناظره، بتخصم وقته في الدعايه، بتم معامله بافضل اسلوب ممكن، وفي ديمقراطيه عاليه في جامعه بير زيت، عشان هيك في وفي شفافيه عاليه، عشان هيك كل الوطن بنظر إلها. بنتمنى طبعا هالحكي يكون في كل الجامعات الوطن موجود، سواء في الضفه او في غزه، يعني حتى في الضفه بنضمنش الشفافيه بكل الجامعات، يعني في جامعات مكمله تنزل انتخابات بيكون معروف من الحزب الفايز. وبالنسبه لغزه مثلا نتمنى يكون في انتخابات، ونتمنى مش توقف بس على انتخابات جامعات او هيئات محليه، نتمنى يعني حتى هون في الضفه ليش ما نصنع انتخابات مجلس تشريعي، نكمل نصنع انتخابات رئاسيه في غزه. بس للاسف حتى موضوع واقف من قبل بدايه انتخابات جامعات، فيش انتخابات هيئات محليه، فنتمنى بس بيوم نصل للانتخابات كامله، الشعب يختار ممثله اللي بشوفه الامثل الانسب في تمثيله، ونصل للانتخابات ان شاء الله مجلس تشريعي ورئاسي كمان. نعم، في الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية 17 عاما تقريبا على آخر انتخابات جرت، 2006 انتخابات تشريعية و2005 انتخابات رئاسية. عام 2021 كان في مفروض يكون في عندنا انتخابات أيضا على المستوى التشريعي ومن ثم الرئاسي، لكن ألغيت هذه الانتخابات بعد أن منع الاحتلال إجراءها في مدينة القدس المحتلة. الرئيس محمود عباس أصدر مرسوم رئاسي ألغى فيه الانتخابات بسبب رفض الاحتلال إجراءها في القدس، وبالتالي حتى هذا اليوم لا موعد جديد لموضوع الانتخابات إن كان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة وبالتأكيد القدس المحتلة. عبد المجيد، وقبل الانتقال إلى الشباب معنا، احنا طولنا عليكم بس جايينكم، يعني اليوم بنشوف جيل كامل من الشباب لم يخض تجربة اختيار من يرونه مناسبا في التشريع والرئاسي، وأنتم من الجيل هذا الذي لم يشارك حتى اليوم في موضوع الاقتراع، كيف بتشوف هذا الموضوع؟ هو صحيح هذا الوضع مؤسف، يعني احنا كشباب فلسطيني كأول عملية انتخابية شاركت فيها كانت هي في جامعة بير زيت بسبب غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية وما سواها على مستوى الوطن، فهذا يؤدي إلى انقطاع الشباب عن المشاركة في هذا العمل، بسبب إلى ضعف دور الشباب الفلسطيني في المجتمع. صراحة تجربة جامعة بير زيت كانت تجربة جدا مميزة، إحنا راح يعني بنسعى بكل فخر إنه كنا أحد المشاركين فيها، وأعطتنا إنه حيز للمشاركة في المجتمع الفلسطيني والانخراط في الشارع الفلسطيني حيز كبير. فانقطاع الانتخابات التشريعية والرئاسية والهيئات المحلية هو بسبب إلى ضعف دور الشباب وانخراطه في المجتمع الفلسطيني وضعف دوره في نحكي تطوير وخدمة البلد. احنا بنتمنى يعني بندعو أن يكون هاي الانتخابات بأسرع وقت، وأن يكون الشباب له دور كبير للمشاركة فيها لتفعيل دور الشباب للنهوض في المجتمع الفلسطيني كافة. مالك، أنتم يعني حركة الشباب الذراع الطلابي لحركة فتح، هل أحبطتوا من قرار تأجيل الانتخابات التشريعية أو الرئاسية؟ هو إشي أكيد يعني إحباط كبير، يعني أنه كان أنه في أمل أنه يصير في انتخابات ولكن التغت بسبب أنه ما راح تصير في القدس، مدينة القدس ما بكل بيعرف أنه مدينة القدس هي العاصمة، وإحنا يعني بدون القدس للأمانة ولا إشي إحنا يعني فيها قبة الصخرة، فيها الكنائس، فيها الجميع، يعني جميع من هو فلسطيني هو مقدس، فاهم علي؟ فإحنا صحيح إنه نزعجنا من القرار، ولكن إحنا مع إنه تصير انتخابات في كافة أنحاء الوطن برضو في القدس، يعني يعني مدينة القدس هي العاصمة، هي العاصمة والقدس هي كل إشي، يعني هي روحنا ونفديها في حياتنا، يعني يعني القدس عاصمة فلسطين الأبدية وراح تضل العاصمة فلسطين الأبدية، وبدن الله إنه في أسرع وقت يصير فيها انتخابات ويفرح كل الشعب الفلسطيني. لكن هناك من قال بأن القدس كانت ذريعة لتأجيل الانتخابات، هل تتفق أم تختلف مع ذلك؟ يعني ممكن أتفق وممكن أختلف معك، يعني يعني لنفرض إنه صار في انتخابات في القدس، هل كان التغت الانتخابات؟ ما راح كانت تلتغي، فاهم علي؟ ولكن يعني هو الحق انه برضه انه على اي حق يتم تهميش مدينه القدس من الانتخابات، برضه انا طالب مقدسي، يعني برضه جامعه بير زيت في 4000 طالب مقدسي،
لأن يحكي برضو يعني يتم منع إنه طلاب القدس من المصوت في انتخابات المجلس الطلبة. هل يحق لمجلس الطلبة إنه يكون ممثل شرعي يعني عن الجامعة؟ برضو لا. برضو يعني أنا بحكي لك يعني لو نحكي إنه خلاص فعلًا إنه صار انتخابات في القدس هل تم إلغائها؟ هذا السؤال. طيب مؤيد كيف بتشوف موضوع عدم إجراء انتخابات منذ 17 عاماً وإحنا زي ما حكينا جيل كامل مش عم بمارس حقه في انتخاب من يراه مناسباً؟ تمام، خلينا نحكي بس عن مستوى الجامعة. مشاركتنا في انتخابات يعني كطالب حالياً شاركت في انتخابات وشفت اختيار ممثلك، صوتك كل صوت إيش معناه وكيف بفيد. يعني زي ما تشوف أنت نسبة التصويت عندنا بيرزات من أعلى النسب، نسبة التصويت على خسارة وصلت 76% كثير عالية، بالإضافة لأنه كل صوت بفرق بغض النظر عن الكتلة فاز أو لا. هذا معنى تمثيل النسبة الحقيقية اللي إحنا كنا بنسعله دائما. هسا خلينا نقول مستوى الجامعة بتصوت بتشوف كديش صوتك بفرق سنة عن سنة، إنجازات نقابية غيره، كديش بيساعد الإطار اللي أنت بتدعمه على مستوى الهيئات المحلية. مجرد أنك صوت بتشوف كديش بتغير على قريتك على مدينتك، كل صوت هو فعليا بفرق. أنت بتشوف كيف اختيارك ومثلك، اختيارك للممثلين راح يكونوا حاضرين عنك يمثلوك يحاولون ينجزوا لك إنجازات يحكوا الخدمات وتحاسبهم فيما لو ما التزموش بما تعهدوا به. صحيح 100% وتحاسبهم فيما التزموش فيما تعهدوا به. فإن كل هذا الإشي أنت بس تشوفه وبتفهم كديش معنى صوتك كديش هو بفرق. عشان هيك حقا طبعا نسعى لانتخابات في الضفة وغزة كاملة. طبعا بالنسبة لموضوع القدس أنت بتسأل عنه صحيح؟ احنا بنرفض أي انتخابات بدون القدس الشريفة يعني هي العاصمة. أعتقد بس إلى أنه البعض زي ما أنت قلت بعض الأحزاب حكت أنها هي ذريعة لعدم خوض انتخابات. يمكن كان في طريقة لكم حل. أعتقد يعني المرسوم الرئاسي كان متسرع كثير يعني كان قرار سريع جدا، فيمكن كان بيقدر لكم حلول ثانية بحيث أنها تكون القدس مشاركة. لكن في حال حاولوا وما لكوش أي حل يشاركوا القدس طبعا رافضين. أي انتخابات بدون القدس هي انتخابات فاشلة. في القدس إخوتنا والقدس هي عاصمتنا، مستحيل نعمل انتخابات بدون العاصمة طبعا. طيب بدي أتوجه الآن للجمهور المعي في هذه الحلقة وسؤال يعني سيمر على الجميع. ومثل ما سمعنا احنا بنحكي عن انه هل تتوقعوا يصير انتخابات من هلا نهاية السنة؟ طبعا احنا هلا في شهر آب يعني بتحكوا عن 4 شهور حتى شهر 12 2023، او في عام 2024 هل تتوقعوا تصير انتخابات تشريعية ورئاسية؟ طبعا اي شخص بحب يعني جاوب. نبلش من عندك صبية، بس اول شيء تعرفينا على حالك سمحتي وتحكي لي رايك. مرحبا، يعطيكم العافية. اول شيء انا هبة ابو نعمة، رفيقة في القطب الطلابي ديمقراطي التقدمي. اهلا هبة. إجابة على سؤالك، طبعا طالما بيتم في رفض خوض أي انتخابات بدون القدس، طالما مش موجود القدس أكيد راح تطل هاي يعني الرفض موجود إنه تصير انتخابات بدون القدس. ولكن إنه إذا إحنا بنحكي على موضوع الانتخابات يعني الطريقة اللي بيمشوا فيها طريقة شوي بعيدة جدا عن الديمقراطية، فيها جدا كبت للشعب. احنا بنتعلم انه انت منذ بيرزات غيرك، بندخل بيرزات بنتعلم نطلع اشخاص مختلفين كليا، كلنا ايمان في الديمقراطية والعملية الانتخابية الحقيقية. فاحنا جد بنتمنى يعني سواء كرفاق ورفيقات وكطلاب جامعة تصير انتخابات تشريعية حقيقية، لانه اذا احنا شايفين هذا الاثر الحقيقي على مستوى الجامعة فكيف رح يكون اثرها الحقيقي على مستوى وطن كامل بشعب كامل. فهذا الإشي اللي إحنا جد بنطمح له. هل تعتقد إنه الفصائل جادة إنها تصير في انتخابات، وهل هي فعلا جاهزة لخوض الانتخابات؟ جادة يعني أكيد أنت كفصيل سياسي جزء من كونك أنت يعني بتوقع إنه طالما إحنا ذراع طلابي لحركة، إحنا جميعنا يعني جميع الأذرع الطلابية هي بتحكي عن فكر حركة قومية أكبر، فإحنا بنستنبط كل أفكارنا من حركاتنا. فأكيد إنه الحركات بدها تصير خوض انتخابات حقيقية، ولكن يعني ما عنديش فكرة صراحة، بقدرش أجاوب عن حركات كثير أعظم يعني من اللي أنا بقدر أحكي فيه. بس بتخيل إنه الجميع بده خوض انتخابات حقيقية في تمثيل حقيقي، بس جهوزيتها يعني هاد بيعتمد على إشي كثير أكبر من شو بصير في الجامعة. شكرا شكرا هبة. تفضل بس تعرفنا على حالك سمحت. أمير السلوادي عضو مجلس طلبة. أهلا أمير. نفس السؤال، تتوقع تصير في عنا انتخابات مع نهاية عام 2023 أو أقصى حد 24؟ أنا بحكي لك حسب رأيي. طلعنا إحنا آخر مرة حاولنا نعمل فيها انتخابات زي ما حكوا الإخوة والأخت إنه صار في رفض أو إلغاء للانتخابات بسبب القدس.
طبعا انا بحكي لك انا ابن حركه فتح، بس انا بقدر احكي لك ابن فتح وابن حماس وابن الجبهه الشعبيه وابن كل الحركات راح يرفض انه يعمل انه يصير في اجراء الانتخابات بدون القدس، لانه بدون مؤاخذه شو فايده تعمل انتخابات بدون عاصمه؟ هي اول نقطه. ثاني نقطه، رؤيتنا يعني قدام دول العالم والعالم بشكل عام، لما دوله فلسطين تيجي تعمل انتخابات بدون القدس معناها انت تنزلت عن القدس، واحنا على راس اولوياتنا في كل حركه وعلى راسهم. طبعا احنا في حركه فتح اول ما تعلمنا اول شيء تعلمنا في حركه فتح في النظام الداخلي تبعنا القدس، ان القدس كامله عاصمه لنا. فاحنا حتى رافضين فكره تصير في انتخابات مثلا في القدس الشرقيه لحال، احنا بالعكس بدنا في كل انحاء القدس يكون في لنا صناديق اقتراع. طب بتعتقد الفصائل كانت جاده لموضوع الانتخابات لما كان في العام 2021، ولا الفصائل ما كانتش جاهزه وتفاجأت بمرسوم تحديد موعد الانتخابات؟ كل حزب موجود عندنا في الشارع الفلسطيني طالما اسس حزب وموجود حزب وفي عليه اقبال من جميع الشعب او في عليه اقبال جزء من الشعب هو قادر على خوض الانتخابات. فانا برايي كل الاحزاب كانت قادره انها تخوض الانتخابات. السلام عليكم، انا سلام المالكي سكرتيره في مجلس الطلبه. اهلا سلام، نفس السؤال، بتتوقع يصير انتخابات في 23 او 24؟ يعني احنا اكيد بنتمنى انه يصير انتخابات، خاصه يعني احنا شفنا الانتخابات في جامعه بيروزيت قديش انها ناجحه. بنتمنى انها تصير في كافه انحاء الوطن وانها تطبق، تصير يعني الانتخابات التشريعيه او الرئاسيه. هلا التمنيات شيء والواقع شيء، بتتوقع تصير ولا بتتوقعيش من المعطيات اللي في البلد؟ يعني من ناحيه التوقع صراحه ما بتوقع تصير. ليه؟ يعني احنا اكيد بنرفض انها تصير انتخابات بدون القدس الشريفه، بس بنتمنى انها يعني يلاقوا حل منطقي للي بصير، لانه يعني 17 سنه كثير ان الواحد ما يعمل انتخابات على مستوى وطن كامل. الفصائل برايك سلام معنيه في الانتخابات وجاده وجاهزه؟ يعني اتوقع انه اكيد ما حدا بيحب انه مثلا يكون من ناحيه انتخابات، اكيد الجميع بحب انه يكون حاضر ومشارك فيها. حاضر ومشارك. شكرا سلام، شكرا جزيلا. يعطيكم العافيه. وفاء نمرك سكرتيره اللجنه الفنيه في مجلس الطلبه، ممثله عن كتله الوفاء الاسلاميه. اهلا وفاء. نفس السؤال، توقعاتك بتصير انتخابات؟ بالبداية إحنا زي ما حكوا الإخوة، بدون القدس إحنا ولا إشي، وانتخابات بدون القدس إحنا بنرفض. بالنسبة للإشي اللي صار السنة في سنة 2021 من المرسوم اللي طلع إنه في انتخابات وهيك، وآخر إشي التغط بشكل مفاجئ زي ما حكى الأخ، طبعا هاي بيّنت للشعب والشارع الفلسطيني إنه في إشكالية. يعني مش بس والله إحنا لغينا الانتخابات عشان القدس، لا، الأمر طلع بشكل مفاجئ. طيب فيش أي إجراءات بزبطوا تسووها كرئاسة دولة كاملة، أنتوا بزبطوش تساوي شغلة عاملة يعني إن تحلوا مشكلة صغيرة زي هاي، هي مش مشكلة صغيرة بس يعني يعملوا إشي يحركوا حالهم يعني بالعامية بحكيها. وزي ما حكيت برد أكد انتخابات بدون القدس إحنا بنرفضها تماما. تعتقد الفصائل جاهزة وجادة في موضوع الانتخابات؟ طبعا لكل فصيل عنده كوادر وعنده مبادئ وعنده أفكار في الشارع الفلسطيني، أكيد هو قادر أنه يخوض تجربة كاملة بالانتخابات. مدام عنده كادر وعنده أفكار وعنده أهداف وعنده مبادئ بيقدر يطبقها في الشارع الفلسطيني فهو قادر، هاي ما نختلفش عليها أي فصيل. بالنسبة لأنه مثلا اللي صار آخر إشي أنه حكوا في فصائل مش جاهزة وفي فصائل، يعني في منها الحكي، وشفنا المحللين السياسيين شو حكوا، في منها الحكي صح، بس كفصائل وحركات خارج في الشارع الفلسطيني قادرين. وكمان بدي أرد أكد إن العملية الانتخابية هي من أهم العمليات اللي بتصير في الشارع الفلسطيني، لأن إحنا شفنا العمليات الانتخابية اللي بتصير في جامعة بيرزيت شو أصلا هي هدف الانتخابات في جامعة بيرزيت، نطبق أفكارنا، ومن خلال تطبيق أفكارنا خدمة الطالب هي الهدف الأسمى، ومن خلال خدمة الطالب إحنا بننشر أفكارنا. وكمان شغلة إن إحنا في الحركات الطلابية في جامعة بيرزيت وفي مجلس الطلبة إحنا امتداد لحركات السياسية خارج أسوار الجامعة. وزي ما حكوا الإخوة إن
يعني الانتخابات اللي بتصير صح الطلاب ما بتطلعوا على ان والله شو الكتلة الفلانية اشتغلت وانا دا صوت لا اصلا هذا الحكي بزبطش لان احنا في الحركات الطلابية امتداد الحركات السياسية برا الجامعة فانا بدي انتخب كتلة معينة هاي الكتلة دا تمثلني دا تمثل افكارها هي من خلالي فلازم لما اروح اصوت انا اطلع اول اشي على الكتلة الطلابية شو اشتغلت وثاني اشي بدي اطلع افكار الحركات السياسيه اللي هي اصلا اساس هاي الحركات الطلابيه واروح اصوت من خلالها. شكرا شكرا جزيلا. الوقت عم بداهمنا راح بسؤال لكل ضيف. عبد المجيد نفس السؤال اللي سالته للشباب والصبايا بتتوقعوا يصيروا انتخابات في ال 23 24؟ انا برايي لا ما بتوقع انه يصير انتخابات خلال هاي المده الزمنيه مع انه احنا بنامل انه خلال هاي المده يكون في عندنا انتخابات تشريعيه ورئاسيه كافه لكن من توقع لا انه مش راح تصير هاي الانتخابات. ليه؟ بسبب يعني الاختلاف الواضح بين الحركات السياسيه يعني كل واحد له منهجه وطريقته وهم عدم التوصل لاتفاق بسبب هاي يعني او كل النهج اللي هو ماشي فيه كل حركة. قبل أيام الأمناء العامين التقوا في القاهرة المفروض أنهم أنا برأيي والله أن كل هاي اللقاءات هي لقاءات شكلية للأسف لا تقدم ولا تؤخر إلا يعني عبر هامش صغير فقط لا غير. مالك هل تتوقع انتخابات ولا ما بتتوقع؟ الحقيقة لا ما بتوقع حصول انتخابات يعني طول ما في احتلال محتل فلسطين ومحتل القدس طبعا ما في انتخابات. سمعت انا من الاخوه انه بدنا حل انه لحدود انتخابات نقسم القدس قسمين يعني قدس شرقيه وقدس جوه ما نشارك فيها وطبعا ما في حل يعني الاحتلال راح يضايق علينا في اي طريقه من الطرق لو حطوا الصندوق في رام الله في 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 وحكوا لاهل القدس تعالوا شاركوا راح يشكروا علينا المحسين راح يمنعونا من الوصول راح يمنعونا من الوصول ان نوصل قرارنا نوصل صوتنا نوصل اي شيء. فأنا برأيي أنه قرار إلغاء الانتخابات صحيح 100%. طب تتوقع الفصائل جاهزة؟ الفصائل كل فصيل جاهز بلا ما آخر الفصيل اللي مش جاهز ما يسميش حاله فصيل لأنه الفصيل اللي كل الفصائل كلها عندها كوادر عندهم انتماء عندهم شعبية عندهم 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 بلا ما آخر الفصيل اللي ما عنده هيك شغلات مش جاهز أنه يخوض مش جاهز أنه يكون فصيل عشان يخوض انتخابات. مؤيد تمام أتوقع مش رح تحدث انتخابات. بالنسبة لجهوزية الفصائل بتوقع انه يعني في نوع من الجهوزية اللي انا بتوقع في بعض التمسك في المناصب يعني اللي بيمنع الانتخابات نظرا انه زي ما بتعرف بغزة صار في انطلاقة فتح مثلا صار عندهم مليونية فانت بتحكي هناك الفئة الحاكمة هي حماس صار عندهم مليونية لفتح فبشكل خطأ عليهم مثلا وفي الضفة صار العكس فيك تقول الفئة الحاكمة هون خايف تسقط في كل منطقة هي ماسكة فيها هذا ايش بيؤدي انه عدم جهوزية نوعا ما عندهم كوادر جاهزة عندهم طرق جاهزة عندهم استقطاب جاهز لأنه عندهم خوف بنفس الوقت من الانتخابات هاي أول شغلة. ثانيا بالنسبة لإجتماع أمناء الفصائل اللي صار يعني خلال إجتماع أمناء الفصائل المفروض أنت بتحكي عن انتخابات وغيره إجتماع أمناء الفصائل خلال ما كان يصير كان بيصير قمع واعتقال سياسي كان في اعتقال سياسي في الضفة وأمناء الفصائل مجتمعين في القاهرة وكان كان بيصير قمع المظاهرات في غزة وإجتماع أمناء الفصائل شغال فمش عارف عن أي ديمقراطية إحنا بنحكي تحت الانتخابات وأسس الديمقراطية مش مبلشة عندنا يعني انت بتحكي عن اجتماع كل أمناء الفصائل وهون قاعد بيصير اعتقال سياسي وهون قاعد بيصير قمع بنفس الوقت وبتمنى يعني يكون في جهوزية أساس عند الأحزاب. بتشوف الانقسام تمأسس اليوم يعني بتشوف انه اطال وامد الانقسام يعني نوعا ما يعني في شوية حرية تعبير احيانا بتكون شيء لانها شكلية نوعا ما. نعم بدي أشكرك مؤيد برقاوي ممثل عن القطب الطلابي وأيضا مالك عبيدات رئيس حركة الشبيبة الطلابية وعبد المجيد حسن رئيس مجلس اتحاد طلبة وممثل الكتلة الإسلامية شكرا لكم على هذه المشاركة وعلى هذا الحوار وأيضا الشكر موصول للجمهور الذي كان معنا في هذه الحلقة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة دمتم برعاية الله وإلى اللقاء. أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات. ارفع صوتك وقلل الموت ولا البدل.